قبل أكتر من 100 سنة ضرب فيروس خطير الكرة الأرضية وتفشل لدرجة إنه أصاب أكتر من تلت سكان الكرة الأرضية في الوقت ده، وساب وراه بصمة سودة وأرقام مرعبة. الفيروس ده هو الإنفلونزا الإسبانية. قبل ما نبدأ حلقتنا انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. بدأت الإنفلونزا الإسبانية في مكان محدود بالظبط زي فيروس كورونا، واللي كانت شرارة تفشيه في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية. وبيقول المؤرخين إن فيروس الإنفلونزا الإسبانية انتشر أولاً سنة 1918، وتحديداً في الأشهر الأخيرة من الحرب العالمية الأولى، واللي تعتبر إنها مسؤولة بصورة جزئية عن تفشي المرض، لأن طبعاً وقتها كانوا الجنود بيعيشوا بأعداد كبيرة مع بعض في الخنادق القذرة والرطبة، وده اللي أدى لإصابة أعداد كبيرة منهم، وكمان بسبب سوء التغذية وضعف الجهاز المناعي للجنود دي خلاهم عرضة أكبر للإنفلونزا الإسبانية. ومن خندق للتاني انتشرت الإنفلونزا الإسبانية لحد ما خرجت بره النطاق العسكري علشان تصيب المدنيين، وخاصة بعد ما بدأ الجنود يرجعوا لبيوتهم وأهلهم بعد وقف القتال، وده اللي سبب في تفشي الفيروس في قراهم ومدنهم ومنازلهم، واللي ساهم أكتر في تفشي الفيروس مقتل كتير من الأطباء في وقت الحرب أو بسبب الحرب، واللي أودت هي كمان بحياة الملايين من البشر. وبيتفق العلماء والمؤرخين إن الإنفلونزا الإسبانية ما كانتش بتفرق بين البشر، أصابت الكبير والصغير والشباب والمرضى والأصحاء، وكانت شديدة جدا على الشباب اللي بتتراوح أعمارهم ما بين 20 ل 30 سنة، واللي كانوا أصحاء قبل الوباء. واختلفت التقديرات للعدد الدقيق لوفيات الإنفلونزا الإسبانية، لكن بيعتقد بعض المؤرخين إنها قتلت 50 مليون إنسان على الأقل. أما موقع السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة بيقول إن أكتر من 500 مليون شخص اتصابوا بالإنفلونزا الإسبانية، يعني ما يعادل تلت سكان الكرة الأرضية في وقتها، وده اللي بيخليه الفيروس الأكثر فتكاً في التاريخ المعاصر. كانت أسبانيا أول الدول اللي تم فيها تسجيل وفيات بالفيروس، علشان كده اتسمى الفيروس بالإنفلونزا الإسبانية. بدأ الأمر ببرقية إخبارية لوكالة رويترز في ربيع 1918 بشأن تفشي مرض غريب ذو طابع وبائي في مدريد، وفي غضون أسبوعين اتصاب أكتر من 100,000 شخص وانهارت الخدمات الطبية في البلاد، وده بعد عجز المستشفيات في استقبال الأعداد المتزايدة من المرضى. وفي صيف 1918 اجتاحت الإنفلونزا الإسبانية العديد من دول في القارة الأوروبية زي بريطانيا وفرنسا وهنغاريا وألمانيا والنمسا، وفي أغسطس من نفس السنة أصبح وباء الإنفلونزا الإسبانية جائحة، ووصل للسويد وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وجنوب أفريقيا. وطبعا اتوجهت نصايح وقتها لتجنب العدوى زي الامتناع عن المصافحة وملازمة البيت وطبعا ارتداء الكمامات، بالظبط زي اللي حصل وبيحصل دلوقتي مع فيروس كورونا. كانت أبرز أعراض الإنفلونزا الإسبانية في اليوم الأول بيحصل صداع رهيب في الراس وإعياء في الجسد، ده غير سعال جاف وفقدان الشهية وآلام في المعدة، وفي اليوم الثاني بيغرق المصاب بالعرق اللي بيفرزه جسمه، وبعدها بتتطور الحالة لالتهاب رئوي حاد وفشل كامل في الجهاز التنفسي، ودول الأمرين اللي بيسببوا الوفاة. الإنفلونزا الإسبانية سببت خسائر بشرية واقتصادية فادحة، وده اللي خلى العلماء والأطباء يوصفوها بالكارثة الأكثر فتكاً في تاريخ البشرية. عرف العالم 4 موجات من مرض الإنفلونزا الإسبانية اللي تسببت في وفاة حوالي 50 مليون شخص، ده غير إصابة تلت سكان البشرية اللي هم حوالي 500 مليون شخص. في الولايات المتحدة وفي شهر واحد بس قتل المرض أكتر من 200,000 شخص، ودي كانت أعلى حصيلة وفيات شهرية في تاريخ أمريكا. الإنفلونزا الإسبانية أسفرت عن وفاة 10 مليون شخص في الهند لوحدها، و250 ألف شخص في بريطانيا، و400 ألف شخص في فرنسا، و390 ألف شخص في اليابان، و400 ألف شخص في روسيا، وفي البرازيل مات أكتر من 300 ألف شخص بالإنفلونزا الإسبانية، واللي كان من ضمن ضحاياها الرئيس البرازيلي رودريجيز ألفيس، واللي كان يدوب لسه محقق انتصار في الانتخابات الرئاسية لولاية تانية، إلا إنه عجز عن تولي المنصب بعد ظهور أعراض الإنفلونزا الإسبانية عليه، ودهورت حالته الصحية ومات الرئيس ألفيش بسببها.
الحقيقة إن بيتميز فيروس الإنفلونزا الإسبانية بسرعة العدوى. 500 مليون شخص أصيبوا بالإنفلونزا حول العالم، ومات أكتر من اللي ماتوا في الحرب العالمية الأولى بسببها. والأخطر من كل ده إن الإجمالية العظمى من اللي ماتوا بسبب الإنفلونزا الإسبانية كانوا من الشباب الأصحاء، واللي كانت مناعتهم قوية جدا، وده عكس كل الأمراض والأوبئة اللي عرفها العالم. عادة لما بيكون في وباء أو مرض منتشر، الخطورة كلها بتكون على كبار السن والأطفال المرضى أو الغير أصحاء. بس الإنفلونزا الإسبانية كسرت القاعدة دي، لأنها كانت بتستهدف الشباب الأصحاء اليافعين. اتسببت الإنفلونزا الإسبانية في معدل وفيات كبير جدا، وأعلى من المتوقع عند الشباب البالغين، وده الشيء اللي لحد دلوقتي محدش عارف له تفسير. التقديرات الأولية كانت بتشير إلى أن من 40 ل 50 مليون شخص ماتوا بالإنفلونزا الإسبانية، بس التقديرات الحالية رفعت الرقم ده من 50 ل 100 مليون شخص، وتم وصف الوباء ده بأعظم هولوكوست طبي في التاريخ، وده لأنه أدى لعدد وفيات تخطى اللي حصد الطاعون الأسود في القرن ال 14 الميلادي. 96% من الوفيات كانت من أشخاص أعمارهم أقل من 65 سنة، وأكثر من نص الوفيات كانت ما بين 20 ل 40 سنة، وكانت الأعداد الكبيرة في الوفيات دي نتيجة لنسب العدوى الهائل، واللي بلغ لثلث سكان العالم. والغريب هنا إن كانت الصين إحدى المناطق الأقل تأثيراً بمرض الإنفلونزا الإسبانية. كان في عدد قليل نسبياً من الوفيات في الصين بسبب الإنفلونزا الإسبانية مقارنة بالدول الأخرى، وده أدى لتكهنات بأن الوباء ده نشأ في الصين. وكان التفسير المنطقي لده بأن السكان الصينيين عندهم مناعة مكتسبة من الفيروس ده. وفي سنة 1920 وبعد دمار بشري واقتصادي وطبي، نجح العالم في تطوير مناعة جماعية ضد الإنفلونزا الإسبانية، وانتهى الوباء بعد ما حصد أرواح الملايين، لكنه بيظل إلى الآن الوباء الأكثر فتكا في التاريخ المعاصر. لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تنزلوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، تدعمونا باعجاب على الفيديو. شكرا لكم، واشوفكم الحلقه الجايه.